قرابة الأربع سنوات من القتال، من الحقد ومن الضغائن، بالتحديد 43 شهر في منطقة البلقان، أكثر من 300 ألف ضحية، وما يناهز 1,200,000 من المهاجرين في الداخل والخارج. هل انتهت حرب البلقان؟ على الورق نعم، ولكن طريق السلام ما زالت طويلة. هل هي نهاية البداية أم مدخل آخر لبدايات أخرى في هذه المنطقة؟